يعطيكم العافية. نكمل بالديناميك يا حسوتيت. هسه بدي احكي عن انفاريانت اللي هو موجود بين التين او الانرجيا باللي حسوت براتيت. اوكي، بس بذكركم بعلاقة اللي كانت موجودة في الميخانيكا الكلاسيك اللي هي بين التين او الانرجيا، نشوف هل ممكن انا احصل على اشي مشابه باللي حسوت البراتيت. انا بسمي الموضوع هذا هيك انه انفاريانت invariant energia tena. اوكي، احنا شفنا انه بالميخانيكا كلاسيك شفنا انه تنا هو ام في والإنرجيا الكينيتيت هي نص أم في تربيع، لذلك من هون أنا ممكن أحصل على إنه إي كي هي نص أم تربيع في تربيع على أم، يعني هذا معناه إنه الإي كي محل أم في بحط بي، لذلك بي تربيع على 2 أم. علاقة بسيطة بين التينع والإنرجيا، أوكي؟ اللي هي بتقول إنه الإنرجيا الكينيتيت هي بعتسم تينع كفي بربوع على مرتين الكتلة. هذا صح؟ ما إحنا بنحكي بالميخانيكا كلاسيت، أوكي؟ الآن شو بصير بالميخانيكا يا حسوتيت؟ بميخانيكا يا حسوتيت إحنا بنعرف إنه الإنرجيا إي هي جاما ام سي بربوع، والتنع بي هو جاما ام في. اوكي، ممكن هون نبلش نفكر كيف ممكن ادمجهن ببعض انه يطلع عندي علاقه بين اي وبي من دون ما نشوف في ولا جاما، زي ما احنا شايفين هون علاقه بين التنع والانرجي بدون ما اشوف مهروت، فيش عندي في. فبنعمل كثير تجارب بالاخر بنصل انه اذا بناخذ اي تربيع ناقص بي تربيع سي تربيع، هذا بيكون اختيار ناجح، وهسه راح نشوف ليش. نكتب بدال اي بعوض عندي جاما ام سي تربيع، طبعا تربيع، ناقص بي هي جاما ام في تربيع كفول سي تربيع تساوي جاما تربيع ام تربيع سي للقوة 4 ناقص جاما تربيع ام تربيع في تربيع سي تربيع. طبعا هاي اذا باجي بطلع انا بديت كوس جاما تربيع ام تربيع وسي للقوة 4، شوف شو بده يصير. جاما تربيع ام تربيع موجودة هون موجودة هون، السي للقوة 4 موجودة هون، يعني هون بضل واحد، ناقص عندي هون في تربيع، ايه عندي هون سي تربيع، لذلك على سي تربيع. اوكي، هاي تساوي اذا انا بعوض بقلبها انه جاما تربيع هي واحد على واحد ناقص في تربيع على سي تربيع، شو بصير عندنا؟ شوفوا كيف الجاما هي واحد على الجذر، لذلك جاما تربيع هي واحد على واحد ناقص في تربيع على سي تربيع، لذلك هذا الحكي معناه انه هاي كلاتها بتشطب مع هاي. اوكي، لانه هي الجاما تربيع هي واحد على واحد ناقص في تربيع على سي تربيع، يعني بالنتيجة عندي هاي تساوي ام تربيع سي للقوة 4. هذا جميل جدا، انا بلشت من طرف الشمالي هنا اللي هو اي تربيع ناقص بي تربيع سي تربيع، طلع عندي قيمة اللي هي بتتعلق بالكتلة والسرعة، سرعة الضوء. يعني بنكتب من الآخر إنه E تربيع ناقص P تربيع C تربيع تساوي M تربيع C للقوة 4، أو اللي هي نفسها EFS تربيع، لأنه EFS هي إنرجية المنوحة هي MC بربوع. عال، نكمل.
بالتراث يا حسود. יש גדלים שהם אינווריאנטים. יעני المقصود בתגיירוש. כלומר, שאינם משתנים במעבר. ממערכת ייחוס אחת לשנייה. מהירות האור C, okay, C היא אינווריאנטית. תתגייר יש. ומסת המנוחה של החלקיק אינווריאנטית. ולכן شو معنى هذا الحكي؟ اذا احنا توصلنا انه اي تربيع ناقص بي تربيع سي تربيع تساوي ام تربيع سي للقوة 4، بس رجع الام والسي اثنين هن انفاريانتين، هذا أمر ان كل هذا الجودل هو ماله انفاريانت. لخين بنقدر نكتب انه اي تربيع ناقص بي تربيع سي تربيع هي اي تاج تربيع ناقص بي تاج تربيع سي تربيع. يعني بمجموعة معينة إذا أنا بعرف التانة أو الإنرجيا بقدر أنتقل للمجموعة التانية من هذا الشفيون إي إي تاج وبي لبي تاج. التانة تبع الحلكيك بإس تاج وإس والإنرجيا بإس تاج وبس. أوكي، زوها نصحاها كلاليت بيوتير لإنرجيا شل حلكيك بتراتها يا حسود. شنيخونا جام عفور حلكيكيم حسري ماسة. شو يعني مقصود حلكيك محسري ماسة؟ إذا أنا بكتب إيه الطاقة من هون إي تربيع هي تساوي إم تربيع سي للقوة 4 زائد بي تربيع سي تربيع. هاي نصحة كلاليت مئود للإنرجيا. يعني أنا من هون ممكن أكتب إنه الطاقة تبعت الجسم أي كان هي جذر إم تربيع سي للقوة 4 زائد بي تربيع سي تربيع، حتى لو كان الجسم فش له كتلة، لأنه إذا فش له كتلة هذا بيروح أم يساوي صفر، بظل عندي بي تربيع سي تربيع. ومن هون أنا بستنتج شو هي الإنرجيا تبعت حلكيك حصار ماسة. إذا أنا هسا بدي أجي على موضوع اللي هو للحلكيكيم. حلكيكيم حصري ماسة. ونقول هيك ام ام شافي افس ده الكتله تساوي صفر، از في تساوي سي، يعني جسم كتلته صفر سرعته هي سرعه الضوء. في هنصحى اي تساوي جاما ام سي تربيع لو معيله. ليه؟ لانه حسبها اذا الكتله صفر اي تساوي صفر، بس الحلكيك زي الفوتون مثلا فيش له كتله بس معه طاقه، وممكن يسخن ممكن يدفش، معه طاقه معه تنع، اوكي، في معه ضغط. بمكريزه نستمش ب اي تربيع تساوي بي تربيع سي تربيع. يعني اي شوفي بي سي، يعني الطاقة تبعت جسم لكتلته صفر
نقول لها هي تانع كفول سي او التانع اللي معه هي اي على سي. اوكي طبعا هون يسأل السؤال انه كيف حلكيك اللي كتلته صفر كيف معه تانع؟ فبتنعمل تجربة اذا بنصلي الضوء على جسم ممكن انا اشوف انه الضوء بدفشه، لان شو يعني بدفشه؟ يعني شغل عليه ضغط، في قوة دفع، واذا في ضغط، ضغط هو عمليا هو عبارة عن الشاتف تبع التانع، يعني السيل او التدفق تبع كمية الحركة. كل انه في تانع بقول لك انه في ضغط، لذلك اذا في ضغط يعني بقدر استنتج انه الحلكيك معه تانع، معناته المفروض يكون معه كتلة، بس راجع هذا معهش كتلة. اوكي بس لذلك النسحة تبعت التانع لهذا الجسم هي مش ام في، حلكيك حصار ماسة، التانع اللي معه اي على سي. اوكي حتى نشوف شو الانرجيا اللي معاه. بس نقول هيك الحلكيك شئان له ماسة يش تانع في انرجيا فوتون لمشال هو حلكيك حصار ماسة نسميه حلكيك اور، ها انرجيا شي الفوتون نتونا على يدي مخبلات كفوع بلانك بتديرته، يعني اي شوفي اتش ني او اتش اف اللي هو التديروت. هذا الاشي بشوفوه بكورسات كيمياء، كورس لقدام فيزيكا 3. اوكي كفوع بلانك اتش تساوي 6.626 في 10 للقوة ناقص 34 جاول كفول سكند. اوكي هاي الوحدات كيف حكيت مرة هي وحدات تانع زافيتي، جاول كفول سكند هي وحدات تانع زافيتي. اذا الانرجيا تبعت الحلكيك اللي هو حصار ماسة الفوتون هي نتونا على يدي اتش ني او اتش اف، وبذكركم انه كتبنا انه اف هي سي على لامدا، هذا الكشر بين اورخ الجال، لامدا هو اورخ الجال والتديروت، لذلك من هون بيطلع معنا انه الانرجيا هي كمان اتش سي على لامدا. اوكي النتيجه كانت لبلانك باخر القرن التاسع عشر 1895 96 عمل هاي النتائج. التديروت عادة بتكون عالية جدا، 10 للقوة 9، 10 للقوة 10، 10 للقوة 15 حسب أنو مجال إحنا بنحكي عنه، إذا أشعة إكس، أشعة مرئية، يو في، أوبتي. أوكي هاي بالنسبة للحلكيك اللي هو حصار ماسة. من هون كمان إحنا ممكن نستنتج التانع، از التانع بي عشانه مكتوب عندي هون اي على سي، لذلك اتش سي على لامدا هاي الاي على سي، لذلك سي سي هاي تساوي اتش على لامدا. اذا التانع تبع حلكيك حصار ماسة هو يساوي اتش على لامدا كفوع بلانك محولاك بأرخ الجال. اوكي هيك احنا صرنا نعرف شو هو التانع والانرجيا تعون حلكيك حصار ماسة.
شوف الان بالاسئله اللي رايحين نتعرف عليها احنا بحاجه اسكام النصحات اللي احنا بحاجه لها. نوعيه الاسئله هي اسئله هيت باركيوت وهيت نقشيوت يحصوتيوت. اوكي بميخانيك يحصوتيت متكيمين حكي شمور التنع وها انرجيا. אבל צריכים להשתמש בביטויים היחסותיים לתנע ואנרגיה. الحلكيك بعل ماسة M يش انرجيا E تساوي جاما MC تربيع. هذا شو شفناه؟ O E تساوي جذر حسب الانفاريانت M تربيع C للقوة 4 زائد P تربيع C تربيع. الحلكيك حصار ماسة يش انرجيا اللي هي E شوفي بي سي. التنع شي الحلكيك بعل ماسة M هو P شوفي جاما MV. اوكي هاي الانرجيا تبعت حلكيك حصار ماسة. هذا التنع حلكيك مع ماسة انرجيا وانرجيا لحلكيك اللي هو مع ماسة. اوكي طبعا بيضلك شريم انه C تساوي لامدا في F, F تساوي C على لامدا. بنقدر نطلع التنع من هون كيف شفنا من قبل. حتى نشوف دقمة دقمة اللي دعملها هيك. عنا شني قفيم زهيم بعلي ماسوت ام تساوي 8 كيلوغرام نعيم بمهيروت زها اللي هي V تساوي 18 C أخ بكيفونيم هفوخيم كيفي عشان نمداد بمعرخة S. הגופים מתנגשים ונוצר גוף חדש. בסלני, מהי מסתו של הגוף החדש? אז ננתבה הון انه بسألني عن جسمين اصطدموا وهن باتجاهات متعاكسه ماشيات 18 سي و 18 سي كتله كل واحد 8 كيلو جرام. از في كمان عندي هون كتله في يعني كتله ام ماشي بسرعه في. هاي الوضع الفني. الوضع احري انه لما اصطدموا الجسمين
كونوا جسم أكبر، كتلته أم كبيرة. الآن هو ليه ما سألنيش هون مثلا عن سرعة الجسم الجديد؟ لأنه حسب قانون حفظ كمية الحركة، كيف صار عندي، كيف تحقق عندي حفظ كمية الحركة بالميخانيكا الكلاسيت، وبتحقق عندي كمان هون بالميخانيكا اليحسوتيت. فالجسم الجديد رح يكون بمنوحة، لأنه مجموعة نعيم كمية الحركة الأولى تساوي صفر، لأنه هن عكس بعض ماشيات. إذن إحنا بنكتب الطاقة شمور إنرجيا، شمور الإنرجيا أمير إنه الطاقة تبعت الأول اللي هي جاما إم سي تربيع حسب النسخات تبعت الإنرجيا، الجسم الثاني كمان جاما إم سي تربيع، وهي إنرجيا لأن أنا بجمع سكالاريم، تساوي الحلكيك الجديد هو بمنوحة، لذلك الطاقة تبعته هي إم سي تربيع، بس الإم جديدة، إم كبيرة سي تربيع. كمان دور عندي جاما إم سي تربيع، جاما إم سي تربيع هي الطاقات تبعت الأجسام بالأول كان معهن سرعة. الجسم الجديد هو ناح، لذلك مع جاما تساوي واحد، لذلك بس ام سي تربيع الام الجديدة. اذا هون في عندي سي تربيع بتشطب، اذا من هون ام كبيرة تساوي اثنين جاما اي ام، وتساوي اثنين ضرب واحد على جذر السرعة اللي هون 8 أعشار، يعني 1 ناقص 8 أعشار تربيع، سي تربيع مع سي تربيع بتشطب، والأم هي 8 كيلوغرام، تساوي 8 أعشار تربيع هي 64%، 1 ناقص 64% 36%، جذرها 6 أعشار يعني 3 أخماس، 1 على 3 أخماس يعني 5 أثلاث، يعني الجاما هي 5 أثلاث، 2 في 5 أثلاث كفول 8 وتساوي 26.3 كيلوغرام. هاي هي الكتلة تبعت الجسم الجديد. لأن بنجي بنطلع على النتيجة، الهدف من هذا السؤال كمان نشوف إنه كيف الطاقة بتتحول لكتلة، أو الكتلة ممكن تتحول لطاقة. إذن أنا هنا كان عندي بالأول كتلتين اللي هن 8 و8، يعني عندي 16 سخة كول، بس بالآخر طلع عندي جواب اللي هو مش 16، 26.3، أكبر من الجواب اللي كنت بتوقعه، يعني أكبر من مجموع الكتلتين بعشرة كيلوغرام بسيك 6.6. سؤال من أين أجت هاي الكتلة الزيادة؟ بما أنه الجسم الجديد هو واقف حالة سكون، إذن الكتلة هي كبيرة لأنه الطاقة الحركية اللي كانت مع الجسمين بالأول تحولت لماسة منوحة، تحولت لكتلة أو طاقة سكون لأمسي تربيع اللي موجودة هون، عشان هيك الكتلة كبرت تحولت الطاقة ل كتلة. هاي الدقمة الأولى. الدقمة الثانية نعمل كمان دقمة، عندنا شني جوفيم زهيم، آسف آسف هنا لا مش هيك، الدقمة هاي فيها حلكيكين اللي هن مش زهيم، حلكيك بعل ماسة 2 أم، نع بمهروت 0.8 سي بمعبدة، هو بوليت فوتون هفوخ لكيفون تنوعته، انرجيا فوتون بمعبدة هي اي فوتون، اي بي اتش يعني اي فوتون، هي ام سي تربيع على 6. بقول لي ما هي ماسة الحلكيك لأحار بلانك،
بليتات أفوتون. أوكي. طيب إذن أنا عندي جسيم اللي كتلته 2 أم معطي يعني كيلو الأم يساوي عدد 5 مثلا يعني كتلته 10 ماشي بسرعة 8 أعشار سي بالمختبر في مجموعة المعبدة بالنسبة لمجموعة السكون يعني هو بوليت فوتون عكس اتجاه حركته بكل طاقة الفوتون اللي طلع هي أم سي تربيع على 6 يعني إذا العدد أم هو 5 يعني 5 أسداد سي تربيع هاي اللي طبعا الفوتون ما لهش كتله ولكن الطاقه تبعته بوحدات ام تبعت الجسم هي تساوي ام سي تربيع 6 ما هي ماستها حلكيك لاحار بليتاتها فوتون اذا انا عندي الوضع قبل انه انا عندي الجسيم اللي كتلته 2 ام ماشي بسرعه في اللي هي تساوي 8 اعشار سي ولسه بكتب قبل شوي شفنا الجاما المناسب لهون هو يساوي 5 اتلات لما السرعة 8 أعشار سي إذا الجاما 5 5 أتلات الوضع بعد هذا الفني الوضع بعد أحري إنه أنا عندي الجسم بعده ماشي بنفس الاتجاه بس الكتلة تبعته كتلة جديدة بنسميها إم تاج ونفلات منه فوتون هذا فوتون اللي معاه إي فوتون تساوي ام سي تربيع على 6 وهذا الحلكيك ماشي بسرعة في تاج جديدة ومعه كتلة ام تاج جديدة اوكي اذا هذا الحلكيك نفسه اللي هون بس هو ماشي الى اليمين بسرعة مختلفة وكتلة مختلفة نفلات منه فوتون بالاتجاه العكسي عشان احنا نحل السؤال هذا لازم نسجل معادلات شمور اوكي شمور اذا منبلش من شمور تينع كافي شمور تينع كافي شو يعني شمور تينع كافي عندنا التينع تبع الحلكيك بالاول يساوي التينع بي واحد تاج ناقص بي فوتون تينع تبع الفوتون يعني التينع بي واحد هو التينع الاصلي بي واحد تاج هو التينع الجديد اللي مع الجسم والفوتون اخذ تينع بالعكس لانه بالعكس حطيت هنا مينوس هاي بالنسبة للتينع شمور انرجيا شمور انرجيا عندنا اي واحد الطاقة الاولى تساوي اي واحد تاج زائد اي فوتون اوكي طبعا احنا بنعرف انه اللي الاي فوتون هي ام سي تربيع على 6 لذلك البي فوتون هي تساوي اي فوتون مقسم على سي ليه لانه حلكيك حصار ماسة اذا هاي هي عبارة عن ام سي على 6 لانه ام سي تربيع على 6 على سي هي ام سي على 6 عال منعوض عندنا 5 اتلات اللي هي الجاما ضرب 2 ام اللي هي الكتلة ضرب السرعة 8 اعشار سي هاي عمليا جاما ام في يعني هاي عمليا هي عبارة شو عن بي واحد تساوي جاما تاج ام تاج كفول في تاج هذا التينع جديد ناقص ام سي على 6 اوكي هذا هو التينع تبع الجسم بالاول جاما ام في 5 اتلات في 2 ام في في تبعته اللي هي 8 اعشار سي تساوي التينع الجديد جاما ام في بس تاج 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 ناقص التينع تبع الفوتون اللي اخذه بالعكس اللي هو ام سي على 6 الان هاي شمور التينع الانرجيا جفات الانرجيا عندنا 5 اتلات الطاقة الأولى الكتلة 2 أم سي تربيع لأنه نسعها هي جاما أم سي تربيع جاما كفول الكتلة 2 أم سي تربيع تساوي الفوتون أخذ أم سي تربيع على 6 والجسم نفسه ضل معه جاما تاج أم تاج سي تربيع أوكي هاي عمليا مجموعات الإنرجيا بنيجي بنطلع شو في عندنا هنا في عندي شتين مجموعات
واحد للتينا واحد للإنيرجيا. المتغيرات اللي عندنا هن ام تاج وفي تاج. طبعا الجاما تاج مش متغير، ما هو الجاما تاج بتعلق بفي تاج. يعني جاما تاج بسجلها هون هي واحد على جذر واحد ناقص في تاج تربيع على سي تربيع. يعني الجاما تاج مش متغير. اذا احنا هاي المعادلتين لازم نحلهن، معادلتين متغيرات اثنين، بيطلع معنا ام تاج جديد بدلالة معطيات السؤال، والفي تاج السرعة جديدة بدلالة كمان معطيات السؤال. عال نكمل. من حل المعادلات بنحصل على جاما تاج ام تاج في تاج تساوي 17 على 6 ام سي، وبنحصل كمان على انه جاما تاج ام تاج تساوي 19 على 6 ام. اذا نقسم المعادلتين على بعض بنحصل انه في تاج تساوي 17 على 19 سي. هاي هي سرعة الجسم. اوكي، هاي هتصرف بسيطة بالمعادلات، يعني نتسيب واحدة بالتانية ندمجهن او نقسمهن على بعض. واذا بنحسب الكتلة، الكتلة ام تاج هي 19 على 6 ضرب ام على جاما تاج. طبعا هاي بيعتم جاي من هاي المعادلة، يعني بيطلع بالاخر معنا ان هاي 1.414 ام. هاي هي الكتلة تبعت الجسم بعدي ما نفلات منه فوتون. اوكي، كانت كتلته 2 ام، صفى 1.414 ام لانه خسر طاقة. لما بلات فوتون فبلات طاقة، يعني خسر كتلة. اوكي، الكتلة صفت 1.414. اوكي، بدي اساوي هسه كمان دوغما اللي فيها اتناقشوت دومي مديد. كيف بنكتب المعادلات مش نامي مديد؟ زي لوكاشي، زي ما كان عندي بالفيزيكا العادية. فعندي بوزيترون، بوزيترون هو حلقيك اللي هو انتي الكترون، يعني الكترون موجب، يعني هو معاه صفات الالكترون كلهن ما عدا الشحنة موجبة. از بوزيترون هناع عيم مهيروت في متنقش عيم الكترون نياح بمنوحة كتوتساها مكاخ نوتسارين شني فوتونيم شي احد مهم نع بزاويت تيتا واحد عيم تصير اكس، وهشيني بتيتا اثنين كمان عيم تصير اكس. اوكي، شو مطلوب مني بالسؤال؟ رشمو مشفقات شيمور تينا كفي في انرجيا عبور ها انتراكتيا هنال. اوكي، اذا عندي اصطدام اللي هو ثنائي الابعاد، بدنا نكتب معادلات شمور التنع والانرجيا. عادة بهيك سؤال انا عندي التنع هو نشمار بشني كيفونيم لانه فيكتور،
فنكتب شموطين على بكيفون اكس بكيفون واي وكمان شموط الانرجيا. اذا بدي اعمل رسمه مع المعادلات. حتى نوصف الوضع قبل، كان عندي A بوزيترون A بلوس برمزه له ماشي بسرعة V، بيصطدم في إلكترون A مينوس نح. هذا الوضع قبل. الوضع بعد هو إنه عندي حلكيك ماشي بهذا الاتجاه، بعمل زاوية تيتا واحد، إيه طبعا هذا فوتون، حتى نرسم قال احنا هيك بشكل قال. اوكي هذا فوتون الاول، إيه والفوتون الثاني ماشي بالاتجاه هذا بزاوية تيتا 2. اوكي فهذول شني فوتونيم اللي هنا بالوضع بعد. حتى نكتب معادلات، نبلش من معادلة الانرجيا. مش بعد شمورة انرجيا بتقول انه خد الطاقة قبل. قبل كان عندي البوزيترون ناع والالكترون ناح. اذا الطاقة تبعت البوزيترون هي جاما تبعت البوزيترون، يعني جاما اي بلس كتلته اللي هي كتلة الكترون ام اي ضرب سي تربيع. هذا بوزيترون وهذا الكترون، وهنا في عندي شني فوتونين. يعني هذا التهليخ هم قد يفي لانه بورجيني انه كيف الكتله ممكن تختفي نهائيا ويظهر بدالها طاقه اشعه. التهليخ العكسي كمان بصير، انه بيجي شني فوتونين لان معهم طاقه عاليه كثير بيصطدموا بنتجوا شني حلكيكين زي هدول، يعني التهليخ عكسي بوزيترون والكترون. هذا التهليخ بسموه بير برودكشن، يتصيرات زوجات اللي هن مع ماسة زائد ام اي ام اي كفول سي تربيع تساوي اي فوتون الاول زائد اي فوتون الثاني. يعني الطاقة تبعت الفوتون الأول زائد الطاقة تبعت الفوتون الثاني. هيك أنا كتبت الطاقات كلهن الموجودات قبل وبعد. هاي الطاقة قبل الكلية وتساوي الطاقة بعد الكل. حتى نسجل تينا، لأن التينا هو فيكتور مش مر بشني كيفونين. إذا تينا بكيفون إكس تينا بكيفون إكس بنكتب هيك. التينع الاصل كان للالكترون فيش تينع، بس للبوزيترون في تينع وكلياته على تصير اكس، يعني فيش له شيء بواي. لذلك جاما تبعت البوزيترون ام كتلته كفول في اللي مع البوزيترون، يعني في اي بلس زائد صفر لانه الالكترون ناح، تساوي لو قلنا هذا الفوتون الاولاني مع طاقه اي فوتون واحد وهذا اي فوتون اثنين ومعاه لخين تينا فوتون اثنين وهذا معاه تينا بي فوتون واحد. اوكي اي معناته اذا بننتبه بالاتجاه اكس في مركبة للتينا اي فوتون واحد باتجاه اكس، واللي هي عمليا تساوي اي مركبة الكوسينوس، كوسينوس الزاوية. يعني هون في رخيف لوهيته
اوكي، وفي رخيف لو هي تو. اوكي، يعني شني اي فوتون اوفر سي، لانه اي بدي اقسم اي على سي لانه انا بدي البي فوتون. اوكي، بذكركم انه البي فوتون تساوي اي فوتون على سي، عشان هيك هاي تساوي اي فوتون واحد على سي ضرب كوسينوس تيتا واحد، زائد اي فوتون اثنين على سي كفول كوسينوس تيتا اثنين. اوكي، هاي هي كل التانع الموجود باتجاه اكس لشنيح الكيكين. بننساش كمان انه في عندهن باتجاه واي تانع اللي هو موجود هون، يعني هون في عندي تانع انخي وهون في عندي تانع كمان انخي، ولكن بما انه سخة كل هالتانع في البداية كان باتجاه واي صفر، هو حيعمله شمير ويضل صفر كمان بعد اللي هتنقشوت. عشان هيك احنا اذا بدنا نكتب هون التانع بكيفون واي، اذا نكتب صفر تساوي اي فوتون واحد على سي ضرب سينوس تيتا واحد ناقص اي فوتون اثنين على سي ضرب سينوس تيتا اثنين. اذا عندي صار اسا ثلاث معادلات اللي هن بوصفوا لي شمور التانع والانرجيا لالهتنقشوت الدومي مديت. هاي التانع كفي هو باتجاه اكس وباتجاه واي هون، والانرجيا هي مش بقى واحدة لانها سكالار. اوكي، فيش لها مماديم، فيش لها رخيفين اكس وواي الى اخره. اللي بصير هيك انه بضل عندي كم من دقمة بدي اعملهن في هذا الموضوع. ونحكي عن كمان يتسيرات حلكيكيم، في إيش اسمه إنرجية هسف لإنرجية حلكيك، هذا موضوع اللي هو مهم كتير أنا أحكي عنه. وبدي أقدير لخيم كمان مهروت مركز هماسة شل معريخة حلكيكيم باليحسوت، كيف بحسبوا مهروت مركز هماسة لمعريخة حلكيكيم. هذا الإشي كتير إشي مشكلة لما في عنده هتنقشيوت أو هتبركيوت. فهي الدقمات اللي ظلت عندي اعملها، وهيك بيكون انتهى الخمر تبع اللي حسوت البروتيت. اوكي، شكرا ونجمع الشعور.